السلام عليكم، يومكم جميل بإذن الله. أتمنى لكم كل الصحة والسعادة والرزق، اللهم آمين. فيديو النهاردة بيتكلم على علاج الزوائد الجلدية، وبتطلع إزاي، وإيه أسبابها، وهل خطيرة ولا لأ، وكمان علاج الدوالي في آخر الفيديو. أتمنى لو استفدتوا معلومة كويسة، استفدتوا أي حاجة من فيديوهاتي، ياريت لايك، ياريت كومنت جميل، ياريت اللي لسه مشتركش في قناتي يشترك في القناة. إيه هي الزوائد الجلدية وإيه أسبابها؟ عندنا سببين اتنين، يا إما سبب وراثي، يا إما السبب إن جسمنا بينبهنا ويقول لنا أنا عندي مؤشرات لمقاومة الأنسولين. مقاومة الأنسولين إيه هو سببها؟ سببها إني ممكن أكل 24 ساعة، يعني أكل الوجبة وبعد كده أكل مش عارف خيارة وبعد كده أكل مش عارف سناكس إيه وهكذا. لا، لو عندي المؤشر ده لازم بين كل وجبة ووجبة مش أقل من 4 ساعات أو 5 ساعات ما حطش أي حاجة في بقي. المكون الأساسي بتاعنا هو خل التفاح العضوي. احنا هنستخدم خل التفاح واللزقة الطبية الجميلة اللي مش غالية خالص، تمام. هناخد معلقة من خل التفاح. خل التفاح بينشط الدورة الدموية وبيزيد من تدفق الدم، هيقضي على الزوائد الجلدية في خلال، مش عايزة اقول اسبوع لانه كتير، بس لو هي صغيرة في خلال 3 ايام، لو هي كتيرة كبيرة ومتضخمة حبتين كده فاحنا ممكن اسبوع او اسبوعين بالظبط نتبع. بس هنعمل ايه بالظبط؟ والموضوع سهل جدا على فكرة وبسيط، مش مكلف، مش محتاج دكتور، مش محتاج اي حاجة خالص. هنجيب خل التفاح ونجيب قطنة طبية. وبعدين انا همثل لكم ازاي هنستخدم الموضوع ده، يعني حتى لو على ايدي. هنحط القطنة كويس كده، هنشبعها كويس جدا جدا بخل التفاح، تمام. وبعدين نحط مثلا زائدة جلدية مثلا في المكان ده، مثلا ايدي، فاروح يعني اسقيها كده زي ما بنسقي الزرع كده هود، واشبعها كويس جدا جدا بخل التفاح، تمام. وبعدين هجيب اللزقة الطبية والزقها على المكان ده. كل يوم بالليل قبل ما انام اعمل الموضوع ده، تمام. خلال 3 ايام بالظبط هتقع، مش يعني ممكن اسبوع لو هي كبيرة، وهنلزقها كده وخلاص، مفيش اي حاجة تانية، تمام. الموضوع بسيط جدا وسهل جدا على ضمانتي بجد، وهتقع كأنها شجر، ورقة شجر بالظبط في الخريف، تخيلوا بجد. على ضمانتي بجد، جربوها، شكلها ما بيبقاش مضايقنا. طب يا جنى انا مش عندي اللزقه الطبيه حاليا وعايزه اجرب الوصفه بتاعتك، اعمل ايه؟ هنجيب القطنه زي ما هي ومليانه خل التفاح عادي، ونحطها على مكان الزوائد الجلديه دي، وتمام. واي بلاستر عندي بقى، اي حاجه، بلاستر طبي اوكي، بلاستر كهربائي اوكي، الدنيا كلها ماشيه، تمام. تعالوا نشوف بقى الدوالي وايه اسبابها، بالذات بتبقى اكتر في السيدات عن الرجال. طبعا الرجال عندهم، بس في السيدات اكتر. هنتبع الرياضة. طب انا مش عايزة اعمل رياضة. طب هي بتيجي منين؟ بتيجي لما احط رجلي على رجلي، بتيجي لما اقف كتير من غير ما احرك رجلي، اقف بس، مجرد ان انا واقف بس، تمام. لازم حتى لو انا واقفة في المطبخ او واقف في مكان لازم ارفع رجلي. طب احرك رجلي شمال، احرك رجلي يمين، ما سيبهاش واقفة كده، تمام. كمان هي بتيجي من حاجة تانية، يعني غصب عن الستات، لما الحوامل، لما اكون حامل فالطفل بيضغط على الشرايين فبيخنق، حاجات معينة فبتظهر على رجلينا. طيب هنعمل ايه بخل التفاح بقى يا جنى في الدوالي؟ هو ده العلاج الوحيد بصراحة طبيعيا للدوالي. لو اي حد قال لي تاني على اي حاجة طبيعيا للدوالي انا مش، يعني ده رأيي يعني، تمام، ده المجرب بالنسبة لي. وهنعمل ايه بقى؟ هنجيب برضو قطنة عادي، وهمثل لكم على ايدي، وهجيب لكم صورة برضو علشان تبقوا عارفين الدنيا ماشية ازاي. مثلا نفترض العرق اللي في ايدي ده مثلا هو الدوالي، وده يعني تعبني جدا وبتبقى موجعة جدا وبتلسعني،
خلي التفاح كمان منشط للدورة الدموية وبيزيد تدفق الدم في العرق المخنوق ده اللي بيوجعني. تمام، هنستخدمها مرتين في اليوم. اهي من تحت لفوق بالقطنة، من تحت لفوق شايفين الصورة، لمدة 20 دقيقة، ولا أقل ولا أزيد، من تحت لفوق بالقطنة بخلي التفاح كل يوم كل يوم. لو احنا مش فاضيين مرة واحدة قبل ما ننام، لو احنا يعني ممكن يا ريت مرتين باليوم، ناكل حاجات فيها مضادات أكسدة، فراولة، توت بقى، برتقان، سبانخ، بتنجان. وأتمنى يا رب الوصفة تكون عجبتكم، وشكرا ليكم.